التي اتخذها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتطلب منا اليوم ومن ملايين المصريين أن نتكاتف جميعا ونؤكد دعمنا لزيادته في انتخابات الرئاسية القادمة. وشعب المنيا العظيم على مدار تاريخ مصر القديم والحديث كان له دور مؤثر في الأحداث، وبإذن الله سيكون له دور مؤثر في مستقبل مصر بدعمنا وتأييدنا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحالة الاقتصادية بتاعتنا ما كانتش تسمح بالمليارات اللي بتتدفع، إلا إنه سيادة الرئيس قال صحة المواطن وبناء المواطن وإن إحنا ننشئ جيل اللي هو مصر المستقبل علشان خاطر الجمهورية الجديدة بتاعتنا تحيا وتزدهر وتبقى قوية، لأنه فعلا إحنا شعبنا شعب مصر بإذن الله محمي بإرادة ربنا وبتكاتفنا إحنا كلنا مع بعض، وبإن إحنا نظهر للعالم كله إن إحنا شعب قادر على صناعة المستقبل، بإن إحنا نشارك في الانتخابات الرئاسية القادمة، وده أقل شيء ممكن إن إحنا نقدمه لمصرنا الحبيبة. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. يعني إيه وطن؟ في مسؤوليتنا إن إحنا نبنيه، نساهم مع قواتنا المسلحة، مع شرطتنا الأبية، مع رئيس وطني بيحمل هموم هذا الوطن بجد وبإخلاص. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني لخروج الاستحقاق الدستوري بشكل ديمقراطي يليق بمصر، ورسالة قوية لكل من يتربص بالدولة المصرية سواء كان من الداخل أو من الخارج. فلنقف صفا واحدا خلف رئيسنا المحبوب عبد الفتاح السيسي مؤيدين وداعمين من أجل تحقيق كل الأماني لبلادنا مصر. الله يحفظ رئيسنا وحكومتنا وجيشنا وشرطتنا. الله يحفظ بلادنا مصر، وسلام الله يشملكم جميعا.